الآن نأتي إلى النقطة، نقطة الشهادة، نقطة الشهادة. فلان ألف ذهب إلى باء وإلى جيم يسألهما عن مثلا حاء، ألف سائل، السائل جاء يسأل، باء عدل، جيم هذا عدل، هذا المسؤول عنه، حاء المسؤول عنه. جاء هذا لهذا وهذا، قال ماذا تقولون في حاء؟ ماذا، ما هي الشروط؟ أولا أن يكون ألف يتولى باء وباء يتولى ألف، أن يكون ألف يتولى جيم وجيم يتولى ألف، أن يتولى جيم وباء بعضهما، هذا يتولى هذا، هذا العالم يتولى هذا العالم، هذا العدل يتولى هذا العدل، جاءهم هذا يسأل، يسأل وليه لبعضهما ويتوليانه ويتولاهما، ما تقولان في فلان؟ زين، ماذا هنا، ماذا سيحدث؟ إن اتفق، إن اتفق على رأي، قال ولي باثنينهم، قال ولي يتولاه، قال في البراءة يتبرأ منه، لم يتفقا قال ولي هذا، قال ما أعرف، لا يتولى ولا يتبرأ، إن لم يتفقا فهو في سلامة، يقف عنه حتى يظهر له حال، واضح؟ إن اتفق في الولاية أنه ولي يتولاه، إن اتفق في البراءة يتبرأ منه، إن افترقا هذا يقول لولي وهذا يقول ليس ولي، هذا يقول، هذا يقول له ولي وهذا يقول له أنا لا أعرفه وأقف عنه، هذا يقول له في البراءة وهذا يقول له ولي، هذا يقول له في البراءة وهذا يقول أنا واقف عنه لا أدري، لا يتولى ولا يتبرأ، لا يتولى ولا يتبرأ إلى إذا اتفقا، أما إذا لم يتفقا يقول أنا في سلامة من أمري في هذا الإنسان، هذا إذا كان ليس لا يراه عيانا ولا يشتهر عند الناس، لا يراه عيانا ولم يقر أمامه ولم يشتهر عنده، إنما المجرى الشهادة، متى يطبق الشهادة؟ إذا اتفقا، أما إذا حد يقول كذا وحد يقول كذا، العدلين وحدهم ما متفقين، فلا يتولى ولا يتبرأ، يتولى ويتبرأ إذا اتفقا، إذا اتفقا.